السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عارفه راسي غابر، عارفه راسي غابر عليكم، ما ديروهاش مني قلت الصواب. والله البنات الا كما قلت لكم في الاول ديال رمضان ما كنقدرش نصور لكم كل نهار، كنحاول نطلع لكم مره هكا بدي فيديو باش ما نغبرش عليكم مره واحده. المهم البنات، اليوم جيتكم بواحد لا فيديو اللي غزاله، غتستافدوا منها وغيعجبكم الحال بزاف بزاف. اول حاجه قبل ما نبدا معكم الفيديو والروتين وداكشي كامل، ما جيتش بيدي يا خاوي، جيتكم البنات بواحد لابليكاسيون اللي ان شاء الله غتعجبكم بزاف، اللي هي ساندويف. اكيد غتكونوا سامعين عليها فشي بلاصه، حيت تبارك الله من بين احسن لي زابليكاسيون اللي غادي تقدروا تخدموا بهم. هادشي كنهضر على الناس اللي كاينين في اوروبا، الجاليه المغربيه اللي كاينه في اوروبا. انا عارفه بزاف ديال الناس متبعيني من تما، وان شاء الله غتستافدوا من هاد لابليكاسيون وغتستافدوا من الكود برومو اللي انا غادي نعطيكم، اللي بسميتي بيان سور غنخليه لكم هنايا. اول حاجه بالنسبه لساندويف، شنو هي ساندويف؟ كتمكنكم انكم تصيفطوا الفلوس ديالكم من اوروبا للمغرب لحبابكم لصحابكم بلا ما تخلصوا حتى شي حاجه، سون فري البنات، ما كتخلصوا حتى شي حاجه. هذه حاجه اللي زوينه بزاف بزاف، قلت نبارطاجيها معكم. اكيد عارفه كيما قلت لكم بزاف ديال الناس غيستافدوا. كتعرفوا دابا حنا شوفوا في عصر السرعه كنبغيو كلشي دغيا، كلشي بالزربه، واصلا الوقت تبارك الله ما عندنا بزاف ديال الحوايج ما نقضيو، ماشي عاد غنمشيو غنتسناو النوبه فين نقدروا نصيفطوا الفلوس. اولا بعض المرات كيكونوا والديك ولا حبابك واقفين على دوك الفلوس، خصهم يعني ديك الساعه تصيفطي ليهم. هاد لابليكاسيون البنات كتسهل الحياه، والله العظيم الا كتسهل علينا الحياه ما تخيلوش. كيما قلت لكم ساندويف كتعطيكم انكم كتدوزوا فلوسكم، يكفي انكم تيليشارجيوها في الاب ستور او البلاي ستور على حسب النوع ديال الهاتف اللي كاين عندكم. كتيليشارجيوها، غنخليها لكم مكتوبه هنايا باش هكا تقدروا تيليشارجيوها كيما قلت لكم، وتقدروا ديروا تيست كاع، تصيفطي غير انورو من تما تشوفي واش هاد لابليكاسيون غتنفعك ولا لا. واخا انا متاكده مليون في المئه انها غتعجبكم بزاف بزاف. منين كتانستاليو لابليكاسيون البنات كطلع لكم لافيش اللي كاينه لتحت سانسكريير، كتضغطوا عليها. اي بيان سور ما تنساوش لو كود برومو ديالي اللي كيما قلت لكم ساندويف، كتهديكم عليه 10 اورو ليكم كاملين. تقدروا تهديها بيان سور لمن ما بغيتي، تعطيها لمن ما بغيتي، تصيفطيها لمن ما بغيتي. تقدروا كاع نتوما غير ديروا تيست بها باش تشوفوا. واخا انا متاكده مليون في المئه انه لابليكاسيون غتعجبكم بزاف بزاف. دونك انا نسمع لكم الا تعمروا لافيش ديال المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي نتوما غادي تعطيو اولا غادي تصيفطوا ليه الفلوس اللي نتوما باغيين، بيان سور بالقدر اللي نتوما باغيين. وهو ما عليه الا يمشي لاقرب بريد كاش او لا كاش بلس باش يقدر يجبد الفلوس ديالو. دونك هذه حاجه زوينه، قلت نبارطاجيها معكم، ضروري ضروري غادي تنفعكم، وانا متاكده غادي تنفعكم بزاف. كما قلت لكم حنا جينا في واحد الوقت اللي خصنا نديرو كلشي دغيا، كلشي بالزربه، وبالنسبه للساندويف صراحه كتسهل علينا الحياه بزاف بزاف. المهم الغزاله ديالي خليكم معايا، دابا غادي نبداو لا فيديو ديالنا وغادي نشارك معكم ان شاء الله نهاري كي غادي يدوز. غادي نوجد معكم بالنسبه لي كوكلي ديالي، الشرموله ديالهم والعماره ديالهم ليله قبل. انا حتى لغدا ان شاء الله عاد عندي العراضه، ولكن انا ضروري خصني نوجد هاد الحاجات قبل كما تنقول لكم ديما، باش هكا ما تدركوش بالوقت. ولا كانت يديك وحدك تقدري كلشي ان شاء الله تقديه هو هذاك في الوقيته. داكشي علاش ديما حاولوا انكم تصايبوا الحاجات اللي تقدروا تصايبوهم ليله قبل، الشرموله ولا الا كنتو غادي هكا تعمروا الدجاج ولا كلشي صايبوه قبل وخليوه في الثلاجه. كاين عندي هنايا البنات الكوكلي، ها هو كما كتشوفون راني غسلته مزيان بالملحه والحامض، ها هو كاين عندي هنايا. اول حاجه غنبدا معكم بها هي الشرموله ديال الدجاج، غنوريكم شنو غادي ندير فيها. غناخذ واحد المعلقه ديال الكمون، غندير واحد شويه ديال البزار، وما عارف البزار المهم غير شويه وصافي. انا على حسب الدراري الصغار باش ما يجيهمش حار. غندير شويه ديال الملح البنات، فريمون شويه، حيت عندي الصوجا اولا صويا صوص مالحه، وكاينه عندي الهريسه غندير منها حتى هي شي شويه. بزاف منكم كتسولوني على هادو ديال الملح والبزار، انا غنجاوبكم هنا حيت كنبقى نجاوب كل مره في لي كومونتير. هادو البنات راه كانجوني غير كادو من صاحبتي اللي كتعقلوا، ما شريتهمش يعني ما نقدرش نقول لكم زعما فين خديتهم. هما صراحه زوينين وبخاتيك، انت ما كيشعل كتشعل فيهم البوله من تحت وكتضغطي بحال هكا من الفوق كتخرج لك الملحه وهذا والبزار. المهم انا درت في غير شي شويه كما قلت لكم ديال الملحه، غندير شويه ديال لاصوص ديال الصوجا، ومن بالنسبه للصويا صوص البنات كما كتشوفوا كاين عندي انا ديك الخاطره ماشي هذيك الاخرى الخفيفه، هذه اللي كتكون كونسونطري كما كتعرفوا. وغادي ندير حتى شويه ديال الحرور، الحرور كما قلت لكم اختياري، المهم الا بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ديروه ما ديروش.
نغادي فيه واحد شويه تقريبا واحد نص معلقه هكا كباركه. صافي بالنسبه لهاد المقادير هادو اولا هاد الشرموله هذه هي اللي غادي ندير بالنسبه للدجاج، حيت انا غادي غير ندهنوه هكا شويه من الفوق عاد غنوريكم كما قلت لكم باش انا غادي نعمرو. غادي نبدا بسم الله بالنسبه لهاد الكوكلي غادي نحاول نخدم يديا باش هكا يتدهن ليا مزيان مزيان. وحتى اللون ديالو صراحه كيجي محمر بهاد الشرموله هذه وكيجي زوين. بالنسبه للشرموله كما كتشوفوا انا خففتها بشويه ديال الماء حيت بانت ليا شويه ثقيله. صافي وغادي نكمل نديرها على هذاك الكوكلي كامل. ها هو داك الدجاج البنات كما كتشوفوا انايا من بعد ما درت لي هذيك الشرموله ديالو كامله دابا غندوز معكم بالنسبه للحشو غنوريكم شنو غندير. عندي لي زيبينار هنايا غسلتهم مزيان غندوزهم في مقيله يهبطوا شويه. عندي هنايا جوج ديال البصلات شلطتهم كما كتشوفوا حتى هما غادي ندوزهم في مقيله. عاد من بعد فاش نشحر هادشي غادي نزيد عليهم نزيدهم على الكفته. عندي هنا لي كورنيشون مقطعين صغار، عندي الربيع، عندي لي شامبينيون حتى هما غادي نديرهم مع البصله غندوزهم. عندي هنايا الزيتون مقطع، عندي الجبن، عندي الفروماج حتى هو مقطع، والزبيده هي باش غادي نشحر. المهم خليكم معايا نشارك معكم زعما الوصفه بالتفصيل حيت كتجي زوينه وصراحه تحمر لكم وجهكم قدام الضياف وشي حاجه هكا اللي مختلفه على لي بلا اللي كنديرو ديما. غادي نشحر هادشي اللي قلت لكم البنات دابا بالزبده هي اللي غادي ندير. غادي ندير ديك البصيله بالنسبه للعطريه انا ما غادي ندهن هنايا لا ملحه لا بزار لا حتى شي حاجه. غادي نشحر غير هاد البصيله شويه تطيح وغادي نزيد على هاد لي شامبينيون هادو. عاد من بعد غادي نشحر هادوك لي زيبينا حتى هما بوحديتهم كما قلت لكم. اصلا شحال من حاجه عندنا مالحه درنا الدجاج هو فيه دوك السوجا، ردوا البال البنات مع الملحه ردوا البال معاها. انا بالنسبه لهذيك الشرموله راه وليت خففتها بشويه ديال الماء كما قلت لكم، درت شويه ديال الماء باش هكا ما تجينيش عاوتاني مالحه بلا قياس. راكم عارفين السوجا كتكون شويه مالحه دونك ردوا البال مع هاد القضيه هادي. وكنكونوا اصلا غاسلين الدجاج بالملحه يعني شحال من حاجه كاينه تما مالحه. دابا غادي نزيد هادوك لي شامبينيون فهم على هاد البصيلة صافي فهم يتحطو ليا واحد شوية. صافي البنات أنا غادي نحيد هاد البصلة هما ولي شامبينيون أصلا غادي يكملو الطياب ديالهم في الفران راكم عارفين. المهم أنا بغيتهم غير يرتاحو ليا واحد شوية صافي. هنايا ضفت شوية ديال الزبدة البنات كيما كتشوفو في نفس المقلة ني كيما غسلت الماء تاعها حيت أصلا مكنتش عايز تخلص. وعاد غادي ندير كندير دابا هاد لي زيبينار هادو صافي غنخليهم باش يطيحو شويه صافي نكمل معكم بالنسبه للوصفه ولا بالنسبه للحشوه تشوفو شنو غندير فيها. دابا البنات غادي نوجد معكم بالنسبه للعماره اللي غادي ندير انا في هاد لي كوكلي هادو باش غادي نعمر. اول حاجه غادي ندير هادوك لي زيبينار كيما شفتو معايا دابا دوزتهم في مقيله. غادي ندير هذوك البصيله هي ولي شامبينيون حتى هما. غادي ندير الربيع قزبر ومعدنوس غادي ندير هنايا الموتزاريلا قطعتها طريفات صغار كما كتشوفوا. غادي ندير الكورنيشون غير شويه نقطع حتى هو طريفات صغيرين. غادي ندير البنات الزيتون نقطع. بالنسبه للعطريه هو غندير هاد الكفته كاينه عندي الكفته هنايا ديال البقري حتى هي. بالنسبه للعطريه غندير معلقه ديال التحميره درت معلقة عامرة. غندير شي شوية ديال البزار
وغادي ندير شي شويه ديال الكمون تقريبا واحد معلقه عامره عاود اخر حاجه غادي نديرها البنات هو هذا الجبن كاين عندي انا هذا ديال الجبلي غادي ندير البواطه كلها بيان سور نتوما شوفوا بالنسبه للحشوه عندكم ميزانكم على حسب شحال ديال الكوكلي عندكم انا كاين تقريبا عندي واحد 10 ديال الكوكليات متوسطين ما صغارش بزاف بلا قياس وما كبرش بزاف درت فيهم هذا القياس اللي انا بارطاجيت معكم دابا وغادي نزيد واحد شويه ديال الصويا صوص غير شويه وصافي صافي دابا غادي نخلط هذه الحشوه كلها هاد العناصر كاملين اللي بارطاجيت معكم دابا غنخلطهم مزيان ونبدا نعمر بهم داك الكوكلي انا بالنسبه للحشوه درتها انا كثيره شويه شاطليه ولكن ما غاديش تضيع حتى الغدا وغنوريكم شنو غادي ندير بها صافي بديت كنعمر في هذوك لي كوكلي وكنحط حتى الاخر عاد سديتهم البنات بالخيط ضروري جمعت لهم هذوك الرجيلات ديالهم سديتهم بالكيردون من البلاصه اللي عمرت صافي والرجيلات سديتهم بالخيط صافي غادي نغطي كلشي وغادي نديرو في الثلاجه حتى الغدا ان شاء الله وغادي نكمل معكم بالنسبه للبلا كيفاش غندير ليه من بعد ما رجعت بنتي نعسات واحد شويه كما قلت لكم كدير شويه ديال السياس ديال الغدا والفطور ضروري هنايا عاد نطاني باش نقدي الشغلات ديالي هذا النهار بدا كان ليله النص البنات كتعرفوا ليله النص في رمضان واحد الليله اللي زوينه كندوزوها مع بعضياتنا كتكون العائله مجموعه اول حاجه كنت كنشارك معكم هنايا بالنسبه لهذا الفاز اللي خديته من عند فلاورز مونيا شاركت معكم هذه الصفحه شحال من مره كيجي رائع درتو هنايا في الدخله ديال السيجور وراه كبير البنات واخا الكاميرا راه ما عطيهاش حقو قداش ولكن فريمون راه كبير ماشي دوك لي فاز الصغار اللي كيتحطوا على الطبله هذا تقدروا تحطوه في شي كوان كيجي رائع عندها ما شاء الله ما شاء الله دي فاز غزالين وباتمينة زوينين دابا نعاود نخلي لكم لاباج الا بغيتوها كتدخلوا تضربوا عندها طليلة وحتى بالنسبه لهذوك لي فلور سيشي راه تناخذهم دائما من عندها كتسولوني عليهم عندها تبارك الله بزاف ديال الانواع والاشكال فيهم الحاجه اللي مولفينها فيا واللي عارفينها فيا البنات هو انه كنحاول ننظم الوقت ديالي الوقيته اللي كتكون عندي شي عراضه باش هكا نقاد كلشي في الوقت وما نتدركش هنايا اول حاجه كما كتعرفوا كاملين هو كنجي كنوجد الطبلان وجد الشاريو المهم كاع الحاجات اللي انايا كنبغي نقادهم كنقادهم البلاصه فين غيكونوا غيجلسوا الضياف ولا يجلسوا العائله خاصها تكون مقاده معطره عاد كتدخلي الكوزينه حيت راكم عارفين تندخلوا الكوزينه راه تنتلها وصافي وجد هادي قاد هادي قاد هادي صافي كتديك الوقت صافي ما كتلحقيش انك ديري مازال شي حاجه اخرى داكشي علاش انا دائما كنفضل انه البنات تبقاو توجدوا الطبيلات ديالكم على تساع كما قلت لكم شوفوا هادشي كاع ما قدرتيش ديري انت نهار واحد ما قدرتيش ديريه في الصباح ديريه ليله قبل وغطي كلشي اختي بالسلوفان راه كلشي كيبقى مزيان بحال دابا هكا زعما المعسلات وهذا تقدروا تغطيهم بالسلوفان مزيان مزيان وديري شي فوار فوق من الطبله ديالك وهانتي مهنيه يعني الواحد غير يعرف كيفاش يقد الامور ديالو حتى حاجه ما غادي تغلبكم ان شاء الله البنات المهم هنايا قديت الطبيله ديالي حطيت عليها دوك المعسلات حطيت السيرفيس كما قلت لكم الصباح بلي راه زعما العائله كلها راه مجموعه عندي غادي نفطروا مجموعين اليوم ان شاء الله وخديت هذا الورد هذا من عند كوان دي فلور هما عندما كناخذ دائما لي فلور راكم عارفين درتو هنايا في السونتر صراحه جا زوين ما شاء الله كيعطي منظر لي زوين ودرت هاد لي كارت هادو لي ديجا كنت شاركتهم معكم حتى هما البنات مكتوبه فيهم رمضان كريم بصحه فطوركم درتهم في الجناب كاملين كيما شفتوا كيعطيو واحد المنظر زوين الطبله كتبان راقيه وهكا كتجي الطبيله ديالي وغادي نغطيها هكا غنكون مهنيه وزعما مهنيه منها قديتها اكيد ما كاين ما احسن من العائله البنات انا كيعجبني الحال فاش كتكون جايه عندي عائلتي تنكبر بهم تنفرح بهم ماشي ضروري نتسناو تيجي عندنا البراني عاد نديرو حاجه زوينه عاد نحطو طويله زوينه لا بالعكس راه ما كاين ما احسن من العائله وما كاين ما احسن من الوالدين سيغتو الوالدين كنسطر عليها هما اللي تكبروا بهم اكثر حاجه هما اللي تفرحوا بهم اكثر حاجه ملي يكونوا جايين عندكم تحطوا احسن ما كاينين عندكم ياكلوا فيهم توجدوا لهم اشهى الاطباق انا راكم عارفين من نهار بديت القناه ديالي راه كتشوفوا فيا زعما هذه القضيه هذه والله يحفظكم عائلتكم كاملين
هنايا بالنسبه للسيجور حتى هو كما كتشوفوا نقيته، قديت فيه المخدات ديالو، ودابا غادي ندوز معكم للكوزينه باش نبداو التوجات ديال الفطور ولا نكملوا توجات الفطور، حيت شفتوا معايا شحال من حاجه صايبتها البارح، قديتها بحال دابا الدجاج وداكشي قديته البارح، عاد غادي نديرو في الفران باش يطيب. وغادي نشارك معكم واحد لاصالاد اللي كتجي غزاله، زعما كتقدروا تقدموها للنهار الكبير ويجيو عندكم الضياف العائله، تقدروا تفرحوا بهم بهاد لاصالاد كتجي غزاله. المهم غادي نشارك معكم ان شاء الله كلشي بالتفصيل. وجدت البنات حتى بالنسبه للصينيه ديال اتاي باش هكا مور الفطور ان شاء الله، اكيد كتعرفوا كنبغيو نحطوا طبيله ديال اتاي، وديما فاش كتوجدوا الحاجات على تيسا راه كتهناو. قديت الصينيه ديالي الكويسات، هادو درت فيهم الفاكهه وعمرتهم خليتهم حتى هما هنايا، وصايبت واحد البسبوسه غزاله ولكن ما شاركتش معكم المقادير ديالها هاد النهار، حتى لا فيديو جاي ان شاء الله نعطيكم نشاركها معكم، حيت بصح كتجي خطيره وزوينه، غير هو ما شطش ليا الوقت صراحه باش نبارطاجي معكم كلشي. ولكن كما قلت لكم لا فيديو جاي ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديالها وكيفاش تقدروا توجدوها، كتجي رائعه، تقدروا تقدموها مع لي فخوي. المهم تنتعشاو ان شاء الله ولا تنفطروا، فاش نبغي نحط الطبيله غنبارطاجيها معكم. غنوريكم البنات شنو وجدت قبل ما نبدا معكم بالنسبه للسلطه. هنايا اول حاجه حريره، ها هي درتها هنايا ديجا طابت كما كتشوفوا، خليتها حتى الوقيته اللي غادي نحتاجها وغادي نسخنها. ها هو الدجاج اللي بارطاجيت معكم البارح اللي وريتكم الطريقه باش عمرته، ها هو راه ديجا طاب عندي، هانتوما لي كوكلي شوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو صراحه كيشهيو كيجيو زوينين. المهم انا حتى اللقيته اللي غادي نبغي ان شاء الله نقدمو في البلا ديالي وهذا، وغادي نعاود ندخلو الفرن باش نسخنو. المهم هما لي كوكلي ديالي راهم طايبين هنايا. هنايا البنات كيما شفتو معايا البارح فاش كنت كنشارك معكم، شاط ليا ديك الحشوه باش ما تضيعش، الحشوه اللي عمرت بها لي كوكلي باش ما تضيعش. شنو درت انايا؟ خديت لي شامبينيون، هادو لي شامبينيون فخي، حليتهم اصلا هما كيجيو محلولين من الوسط من الداخل زعما من الوسط، ودرت فيهم هذيك الحشوه كما كتشوفوا ودخلتهم طابو في الفران. ها هما كيجيو بحال هكا، هما غادي نقدمهم مرافقات. كاينه عندي هنايا اللوبيا، عندي لي كروفيت، هاد عندي الصغار والكبار، هادو هادشي كامل كتشوفوا على حساب لا سالاد. غادي ندير اون سالاد غوايه اللي كتجي زوينه. قطعت هنايا الفرماج كما كتشوفوا، عندي هنايا الكروفيت حتى هو منقي، كاينه عندي لافوكا سوريمي، كاين عندي هنايا البروكولي، البيض ديال السمان، عندي الصدر ديال الدجاج، هادشي كامل غتشوفوني شنو غادي ندير بيه في لاصالاد. هنا كاين عندي الاناناس، كاين عندي شويه ديال الكركاع، التفاح، الليمون. هنايا ديجا صايبت قريعه كورجيت كما كتشوفوا. هاد لاصوص اللي غادي نقدم مع هذاك الكوكلي، كي درت ليها خديت هذاك الماء اللي كيطلق لنا الكوكلي فاش كطيبوه في الفران، كيطلق لكم لاصوص، كتاخذوا هذيك لاصوص وكتزيدوا عليها شويه الزبده وشويه لاكريم فريش، صافي وكتجيكم اون صوص اللي تقدروا تقدموها مع الكوكلي ديالكم. هنايا كاين عندي كبيده مشرمله كما كتشوفوا، هذه غادي نحتاجها حتى هي قبل البلا ان شاء الله، غادي نقدمها مع داك الكوكلي. وبالنسبه للحاجات اللي غنحتاج عاوتاني في لاصالاد، كاين عندي هنايا الروز غنوريكم شنو غادي ندير فيه، عندي الطون، المايس، مطيشه، شويه ديال البصله، عندي البطاطا حتى هي ديجا سلقتها كما كتشوفوا، لا دانت فيمي. شوفوا لاصالاد تتبقى اختياريه، اللي زدتي فيها اللي نقصتي فيها ديروا اللي كتاكلوا، المهم راه باش ما شكلتو اللي فخوي وسميتو كيجيو زوينين. عندي هنايا الفلفله حتى هي اللي ديجا شويتها كما كتشوفوا نقيتها، عندي الدنجال حتى هو مقلي، شويه ديال الربيع، الزيتون، الحامض المصير، الزيت. المهم شوفوا دابا غنقدم معكم الروز وغادي نبداو دقه دقه بالنسبه للسلطه، شوفوني كيفاش غادي نوجدها. اول حاجه غنبدا معكم بها هو الروز اللي غادي نديرو في لاصالاد كما كتشوفوا، خديت الروز سلقته، هذا الروز عادي ماشي الروز كلاصي. غادي نزيد ليه الطون، ها هو كاين عندي هنايا الطون، غادي نزيد الميس، غادي نزيد هذا لا مايونيز. بالنسبه للمايونيز البنات كنقادها انا في الدار، كتجيني زوينه، ما كتجي خفيفه وزوينه احسن من اللي كناخذو على برا. ندير فيها تقريبا واحد، المهم انا عيني ميزاني شي 3 المعالق هكاك، ندير كاع تقريبا واحد 4 المعالق عامرين هكا. غادي ندير البنات دانون، هذا ياغورت طبيعي حتى هو، غندير شويه ديال الزيت بلديه، غادي ندير شويه ديال الملحه، غادي ندير شويه ديال البزار، صافي. انا غنخلط هادشي كامل وغادي نخلي هذا الروز
هنايا على جنب حتى الوقيته اللي غادي نحتاجو، حيت انا ما بغيتش ندريسي البنات دابا، غادي نوجد غير كلشي حتى ان شاء الله تقرب الوقيته عاد نقدم لكم الفلا. غادي انا درت بزاف ديال لي سلاد في سلاد وحده، ها نتوما غتشوفوا معايا. اول حاجه هو الرز، ثاني حاجه غنشارك معكم واحد لا سلاد اخرى، نتوما تقدروا تقدموهم كاع غير بوحديتهم هكا كمرافقات مع دي بلا الا بغيتو، اولا تقدروا تجمعوهم في بلا واحد، المهم كل واحد كيبقى الاختيار ديالو. صافي هو الرز عندي واجد، دابا غادي ندوز باش نشارك معكم واحد لا سلاد اخرى اللي حتى هي غادي نديرها هنايا. كتجي فيها اللوبيا حمراء، كتجي فيها مطيشه وشويه ديال الربيع والبصله مقطعه طريفات صغار، وندير معها مليحه والبزار وهذا وزيت شويه الكمون. دابا غادي نخلط معكم لا سلاد الثانيه، كما شفتوا معايا خديت مطيشه قطعتها طريفات صغار، غادي ندير هنايا معها اللوبيا الحمراء، غادي ندير بصيله مقطعه، وغادي ندير شويه ديال الربيع. بالنسبه للعطريه البنات ما غاديش نديرها دابا، علاش؟ حيت المطيشه راكم عارفين كتلق الماء، باش ما تخسرش ليا المطيشه ديالي، حتى نبغي ندريسي هاد لاصالاد هادي، وغادي نزيد ليها شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال الزيت، وصافي وغادي نخلط كلشي. ها كما كتشوفوا البنات دابا غادي نوجد معكم بالنسبه لاصالاد الاخرى. كما شفتوا معايا عندي لادان فيمي قطعتو هنايا طريفات صغار، غنديرو هنايا فين غادي نخلط كلشي. غادي ندير مع هاد البطاطا اللي ديجا سلقتها، خلي هادي صغيره فاش غادي نخلط ماشي مشكل. غادي ندير معهم شويه ديال الربيع، غادي ندير المايونيز، غندير منه تقريبا واحد جوج معالق، وغادي ندير واحد الطانون دارونسوس. غادي ندير شويه ديال الكمون تقريبا واحد معلقه ديال الكمون، شويه ديال الزيت بلديه، شويه ديال العصير ديال الحامض، واكيد الملحه وشويه ديال البزار. صافي غادي نخلط كلشي، غنخلط كلشي وغندوز معكم السلطه الاخرى نوريكم شنو غندير فيها. قطعت هنايا الدنجال اللي قلت لكم ديجا قليتو، الفلفله مشويه منقيه هي قطعتها طريفات صغار، غادي نديرهم هنايا باش نخلط كلشي. غنضيف عليهم شويه ديال الربيع، غنضيف عليهم الكمون، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الثومه. هذه كتجي بحال شكل زالو، وكتقدروا تنسيو ترفقوها مع دي سلطه. غندير البنات الحامض المصير، ها هو عندي مقطع هنا طريفات، غادي ندير معاهم حتى الزيتون، زيتون خضر مقطع، وغادي ندير هنايا واحد جوج رويصات ديال الثومه، غندير شويه ديال الربيع، غندير واحد المعلقه ديال الكمون، غندير شويه ديال الزيت بلديه، غندير شويه ديال الحامض، عصير ديال الحامض، وشويه ديال البزار، وشويه ديال الملحه. صافي وغادي نخلط كلشي. بالنسبه للسلطه الرابعه غادي نحتاج فيها سوريمي، عندي مقطع طريفات صغار، غادي نحتاج فيها الكروفيت. بالنسبه للكروفيت البنات انا هضره غير سلقتو، غادي نحتاج طريفات ديال الفرماج الاحمر مقطعين بحال هكا طريفات صغار، وغادي نحتاج لافوكا حتى هي مقطعه طريفات صغار. صافي غادي ندير معاهم شويه ديال الحامض، غادي نزيد معاهم شويه ديال الزيت بلديه، غا
غادي ندير شويه ديال الملح وشويه ديال البزار. صافي غادي نخلط هادشي كامل وغندوز معكم لاخر سلطه اللي غنشارك معكم بالنسبه للمقادير شنو غندير فيها. دابا البنات كيما شفتوا معايا قطعت هنايا الاناناس، ها هو درت هنايا التفاح الخضر قطعته، درت عليه واحد العصيره ديال الحامض باش ما يكحلش ليا، درت هنايا شويه ديال الكيوي تا هو قطعته وشويه ديال المونغ. صافي غندير هادشي كامل في هاد سميتو باش غادي نخلط، وغادي نزيد عليهم صدر ديال الدجاج غنقطعو حتى هو، وغادي نزيد عليه غنزيدو عليهم من الفوق. الدجاج ديال البنات راني سلقته انايا وقطعته طريفات بحال هكا وزدتو على هاد المقادير اللي وريتكم عاد دابا. صافي وغادي نزيد عليهم حتى الكركاع، نزيد عليهم طريفات ديال الكركاع من الفوق، وغادي ندير معاهم ضروري المسوس واحد شويه ديال السيرو ديال اولا العصير اللي كيكون فيه الماء تيكون فيه الاناناس كيضيف لهم واحد الطيبه اللي زوينه بزاف. غناخذ غير واحد المعلقه وغادي نزيدو على هاد لاصالة. هما بالنسبه للصاله اللي شاركت معكم دابا البنات كاملين، دابا غادي نغطي كلشي بالسلوفان حتى الوقيته اللي غادي نبغي ندريسي لاصالات ديالي، حيت انا غندير كلشي في بلا واحد. نتوما تقدروا تقدموهم هكا لي صالاد زعما كل وحده بوحديتها يجيو زوينين، اولا تقدروا ديروهم في سلطه وحده كبيره كما غادي نوريكم انا دابا. بحال دابا في العراضه ضروري ديروا سلطه اللي تكون كبيره كتجي مشكله وكتجي زوينه. المهم انا غادي ناخذ السلوفان وغنغطي هادشي كامل ونديرو في الثلاجه حتى الوقيته اللي غادي نبغي، واصلا راكم عارفين الحاجات كيبغيو يتكالو باردين باش كتجينا لاصالة ديالنا زوينة. هنا كيما شفتوا معايا بالنسبه لذاك الروز اللي شاركت معكم خديته ودرتو في واحد المول ديال الحلوه العادي داير باش يجي يعطيني داك الشكل داير بحال هكا، ودورتو بلي كروفيت درت فيه الخص من الوسط. انا نوريكم الطريقه ديالي، نتوما تقدروا تستعملوا اولا تديروا الطريقه اللي بغيتوا في التزيين. خديت البنات الجبن، اي نوع ديال الجبن كان عندكم ديروه كرات صغار وكل وحده فاش تحربلوها. خديت هنا الزيتون كحل والزيتون خضر، خديت المشمش مجفف والكركاع كلشي قطعته طريفات صغيورين كما كتشوفوا، وحربلت فيه هذوك الكرات ديال الجبن وزينت بهم من الفوق، كيعطيو منظر اللي كيجي رائع حتى في المذاق ديالهم كيجيو صراحه بنانين. وخديت الفرماج اللي ديجا كان عندي محكوك درته هنايا من الجناب، والشكل ديال الروز كيجي بحال هكا. هنايا بقى عندي الخضره عاد غادي نشرملها. الخضره البنات غادي نحتاجها بالنسبه للسلطه حتى هي ماشي البلا، البلا انا درت معها غير البريوات راه درتهم في الفران يطيبوا، والكبده وهذاك لي شامبينيون اللي معمرين بديك الحشوه ديال الدجاج اللي بقات ليا من البارح. صافي هادشي اللي غنرافق معاه، حيت ما يمكنش انا ملي كنديروا الخضره في لاصالاد ما يمكنش نعاودوه في البلا تاني. صافي الخضره كتكون يا اما في البلا برينسيبال مع الكوكلي، يا اما تقدروا ديروا السلطه هي الاولى بحال هكا فيها خضيره. كاين عندي الكورجيت هنايا راه خلاص وريتها لكم قبيله، كاين عندي هنايا اللوبيا كما كتشوفوا درت معها المسيار ودرت معها شويه ديال الزيتون شويه ديال الربيع، غندير لها زيت بلديه شويه ديال الثومه غنشحرها في مقيله. لي كروفيت غير مسلوقين غندوزهم في زبيده وشويه ديال الربيع حتى هما غنرافقهم في لاصالاد. وكاين عندي هنايا البروكولي حتى هو اللي دايره مع شويه ديال الحامض المسيار حتى هو غادي نشرملو، المهم وغادي نديرو حتى هو في لاصالاد. وخلاص البيض ديال السمان، هاد الحاجات غادي نحتاجهم حتى الوقيته اللي نبغي ندريسي البلا ديالي. يلا جا عندي ليفوغ دابا جاب ليا لا كوموند ديالي البنات من عند ديلما فاشن، غنبارطاجي معكم بالنسبه للقيطنات اللي غنلبسو اليوم. راكم عارفين تنقولوا ليله النص العواشر تنبغيو هكا شي حاجه جديده نلبسوها، وكنت كومونديت قفيطنات باش نلبسهم انا وبناتي، وكومونديت الفوزيه اختي حتى هي بحالنا، المهم غنلبسو كاملين بحال بحال هذا النهار. صح القفيطنات طلعوا كيحمقوا في فنين بعدا، الحمد لله اللي وصلوني في الوقت، والله الا كنت كنقول يا ربي وصلوني في الوقت يا ربي يوصلوني في الوقت. بقيت كنانسيستي عليها زعما مسكينه، واخا والله الا ما عطيتها لا كوموند بكري وقالت لي انا غادي نحاول امينه باش نوجدها لك في الوقت، نقول لك شكرا حبيبه لهلا يخطيك، شكرا على الكلمه ديالك، شكرا على المعقول ديالك، وشكرا حيت وجدتي لي قفيتنات في الوقت. شوفوا لي البنات الخديمه كي دايره،
فن 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 فنين كيجيو في اللبسه ديالهم بيان سو غيبان لكم حتى يتلبسوا كيجيو بالمجي ديال كما كتشوفوا. انا اختاريت هذا البلوغ واحد صراحه كنت عاشقه هذا اللون، ندير فيها كاش حاجه اللي نقدر نلبسها انا وبناتي. غنحط لكم بيان سو عاوتاني لي فوتو في انستغرام باش تشوفوه. بالنسبه لديلما فاشن تبارك الله عليها كدير داكشي غزال واتمينه زوينين. المهم انا اختاريت كما قلت لكم نفس الخياطه نفس الثوب نفس كلشي. هذا القفيطين ديالي، هذا ديال صوفيا كما كتشوفوا بالمجيدين. وشوفوا لي يا اختي هادشي شحال صغير ديال رازان، هذا راه ديال رازان، هذا راه صغير واخا تيبان لكم هكا كبير في الكاميرا صغير. وخلاص هذا اللي هنا راه ديال فوزيا، كل كما قلت لكم بحال بحال. ان شاء الله حتى نفطروا ولا حتى نشوف الا شطيه الوقت وقيت الفطور غنلبسوا، ما شطليش حتى نفطروا ان شاء الله نبغوا نحطوا طبيله ديال اتاي وهذا عاد غنلبس القفتين ديالي ولبس لبناتي حتى هما نوجدهم ومنها نبارطاجي معكم كيفاش كيجي في اللبسه ونحط لكم حتى لي فوتو في انستغرام. مبارك العواشر. الله يبارك فيك اختي كديره. لاباس الحمد لله. سلام اختي المشاهدين. سلام المشاهدين كديرين لاباس عليكم اموركم هانيه مزيان. ماكم اختي جلستي حتى لهذا الوقت؟ لا 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 ماكم تعطلتوا؟ والله نجيو اختي مع الفطور ديريكت باش ما نعاودوش. لا لا كاع كلشي موجود كلشي موجود. عندنا لاباس عليكم كي درتو مع رمضان غلبكم الصيام ولا غلبتوه؟ وبرافو عليكم. ماشي مع الحجاب. وييه والله الا كيقولوا عليها البنات الصراحه. ايوا دخلوا دخلوا. فين هي الاء ما جاتش؟ لا وعلاش اختي؟ ماما قلت لي عليهم. زين هضر مع البنات لاباس عليك؟ بخير. قول لي صمتي اليوم؟ صمتي؟ شنو؟ صمتي صمتي ما كليتيش؟ انت صايم؟ انت صايم؟ وايلي ما كليتي والو؟ بحال صوفيا هي صايمه. اش بان لك صوفيا صايمه انت وادم اليوم؟ صوفيا شحال هي كطلب على الصيام؟ ماما خليني نصوم. ماما خليني نصوم. ايوا كنت عمرها وحده في رمضان. عرفتي شنو صار نهار 27 وغادي تصومي انت وياه صافي؟ ادم راه ولا كيصلي معايا. ايوا شتي ايوا شتي مزيان علميه علميه يصلي. وهذه لصالات ديالي من بعد ما حطيتها في البلا الكبير كما كتشوفوا كتجي ما شاء الله سلطة مشكلة هماوية ديال العرايد كتجي غزالة. وأهم حاجة أنها كتكون لذيذة، يعني تبارك الله كل سلطة من هاد السلطات اللي أنا بارطاجيت معكم اليوم كتذوقوا فيها واحد الطعم خاص زوينة زوينة بزاف البنات. كما شفتوا معايا راه شاركت معكم كل شيء بلي ديتاي كما قلت لكم تقدروا ديروها في بلا واحد بحال هكا كما أنا قدمتها. كما تقدروا ديروها هكا مفرقة في طبيصلات وتقدموا معها كشي بلا من الوسط ديال الدجاج ولا الحوت ولا اللحم كيجيو رائعين وزوينين بزاف البنات. غير جربوها غتعجبكم بزاف بزاف. حنا صراحه راه كلينا لا سلاد وبقينا تصلينا العشاء وتراوح عاد ولينا كلينا عاد ولينا كلينا البلا الثاني حيت ما شاء الله غير لا سلاد تبارك الله راه غنيه وتبارك الله كيما شفتوا معايا قومتها مزيان باش هكا تجي لذيذه وصراحه كتجي زوينه البنات. هذه السلطه ديال تحمر الوجه كما قلت لكم تقدروا ديروها النهار الكبير اللي تجي عندكم العائله ولا الضياف. هنا البنات جيت كنقاد في البلا الاخر ديال لي كوكلي ما حطينا صراحه كما قلت لكم صلينا العشاء تراوح الله يقبل لينا وليكم يا ربي امين. عاد حطينا هذا صراحه بحال قلتو درتو العشاء واخا انا ما درتش العشاء درت زعما فطور في هاد لي بلا كبار عارفهم موفيين تبارك الله. واصلا حتى شي واحد ما كيتعشى وشات الخير يعني اللي كانت خاصه شي حاجه اللي يقدر يرجع للماكله حيت تبارك الله شات الماكله. هنا درت هذوك لي كوكلي قدمتهم بحال هكا فرشت لهم الخص من التحت وهذيك الكبده مشرمله درتها في زليفات في الجنب. الكبده كتشرملوها بالطريقه اللي بغيتوها البنات. انا راني ما شاركتش معكم الطريقه ديالي كتجي صراحه زوينه حتى هي وكتجي لذيذه بزاف صافي. وبالنسبه للزليفات الاخرين درت فيهم لاصوص اللي شاركت معكم قبيله
ومن بعد غادي ندير لي شامبينيون حتى هما غادي نحطهم في الجناب، وغادي نحط هادوك لي سيغار. بالنسبه لي سيغار انا راه قديتهم لي لا قبل، داكشي اش ما صورتهمش لكم، تبارك الله لا فيديو طويل، الا جيت نصور لكم كلشي بالديتاي غاديني الفيديو طويل اكثر من هكا اصلا، زعما طولت لكم الفيديو هاد المره. كما قلت لكم بالنسبه لهاد لي سيغار درتيهم الجبن، راه شاركتهم معكم شحال مره، كندير انيا الجبن، كندير معاه كيري والفرماج متلت، وكندير معاه حتى الفرماج احمر والزعتر، كنخلط هاد الخليط كامل وتنعمر به البريوات ديالي ولا لي سيغار صافي، وكنديرهم كيطيبوا في الفران كيجيو ولدادين بزاف. هادو تقدروا ديرهم تخليهم في الكونجيلاتور زعما الوقت اللي تحتاجوهم تخرجوهم طيبوهم كيجيو زوينين بزاف، انا كيعجبوني صافي. واخر حاجه زينت هنايا بالبيض ديال السمان كيما شفتوا معايا، وهكا كيجي البلا ديالي، جا من ألذ وأروع ما يكون، غير جربوها البنات هاد الدجاج بهاد الطريقه اللي شاركت معكم. شوفوا راه الكوكلي راه ما دهنتو لا بالزبده لا حتى شي حاجه، اصلا داك الشرموله اللي انا درتيه كتحمروا من الفوق، شوفوا كيفاش جا محمر تبارك الله وعاطي للعين، كيجي بنين بزاف بزاف ما شهيتكم فيه، ولكن خصكم تجربوا هاد الوصفه وتردوا عليا الخبر. وسيختو ان داك العماره اللي درنا داك الميلونج كيجي خطير ولذيذ بزاف بزاف. ايوا بصحتكم وراحتكم كما تنقول ديما، كل واحد عنده خيرو في دارو، ولكن ضروري جربوا لي البنات هاد الوصفات خصوصا ملي يكونوا جايين عندكم الضيف، غادي يحمروا لكم وجهكم ان شاء الله. بعد وجدنا ريوسنا انا وفوزيه وصوفيا، رازالي مازال ما لبسناهاش، شوفوا لي الخيطناش كيفاش جاب كيحمقوا في اللبسه، راك زوين صراحه انت بصحتك وراحتك، يعطيك الزين ديالي انت بصحتك. ما هضرت مع البنات ما قلت لهم السلام كيدايرين تبارك عواشركم كيديروا استاد 15 يوم في رمضان غير اختطارت دغيا دغيا محسينا بها كاع. ايوا الحمد لله على كل حال. شوفوا لي صوفيا انت كي جايه جاك غزالة بنتي جاك زوين صحتك وراحتك، وصراحة القفيطنا جاك كيحمق في العسل ما شاء الله، فني فني يا البنات. كما قلت لكم رازان هي اللي بقاتنا مازال ما لبسناهاش، دابا اختي عاد حنا جلسنا غنجلسو نرتاحو نشربو كويس تاتاي في خاطرنا، يلا نجلسو نجمعو في خاطرنا. وهي غادي نحط لكم ان شاء الله لي فوطو في انستغرام ضروري باش هكا تشوفو القفيطنا مزيان مزيان، جاو كيحمقو حتى اللون كي جاك اللون. والصراحه عرفتوا بعدا هاد القفطات شنو وقعنا فيهم، انا عجبني فوزيه دخلت لاباج قالت لي عرفتي عجبني هاد القفطان، قلت لها انا وياك نفس الذوق عرفتي شنو غناخذو بحال بحال. ايوا صافي زقنا درنا بحال بحال، درت لبناتي حتى هما كما قلت لكم هكا قفطنا بحالنا صافي. هذا ما كان المهم، انا غادي نمشي باش نبارطاجي معكم بالنسبه للطبيله قديتها ديجا وحده كلشي، غنوريكم كيفاش صايبتها. حاجه مهمه اللي بغيت نقول لكم البنات بلي ديلما فاشن كاين عندها هكا جليبات قفيطنات كنيدرات هكا واجدين طالعين في المغازان، الا كنتو انتريسي انكم تشوفوا لي موديل اللي راهم ديسپونبل بعدا الناس ديال تمارا كما قلت لكم نتوما تقدروا تمشيو حتى للمغازان، الناس اللي ما كاينينش تما تبغوا تشوفوا لي موديل تشوفوا شنو كاين في الجديد دخلوا لاباج اللي انا غادي نخلي لكم، تما غادي تلقاو كاع لي موديل اللي راهم مازال ديسپونبل. زعما الا كنتو باغي تاخذوا هكا شي حاجه للعيد واجده.
وكما كتعرفوا كاملين انا كنحماق على انني نحط طبيلات مور ما كنفطروا ونسالي ونجلسوا باش نجلسوا نرتاحوا ونهضروا. دابا عاد كنجلسوا ونجمعوا في خاطرنا كنبغي نحط طبله تكون متوله يكون فيها اتاي لي فخويل لي فخوي ساك. المهم داكشي اللي قسم الله راني كنحطو. انا عمرت اليوم هنايا اتاي، درت البخور، شعلت البخور، حطيت الحلوه ديال دواز اتاي، حطيت لي فخوي ساك، وقديت هذيك البسبوسه اللي قلت لكم البنات كتجي رائعه ومعلكه ديال القرقاع، غتعجبكم غتعجبكم غتحمقكم. انا نوعدكم انه لا فيديو الجايه نشاركها معكم بالتفصيل، ما قدرتش نصورها لكم حتى هي حيت كما قلت لكم ما يمكنش لي الوصفات كلهم نديرهم لكم في فيديو واحد، راه صعيب ويجي الفيديو طويل بزاف. ولكن هذه البسبوسه بالضبط خصني نشاركها معكم، زينتها بلا كريم شونتيي من الفوق ولي زاموند ايفيلي وشويه ديال القرقاع، كتجي رائعه جدا 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 والله يا البنات تتحمر لكم وجهكم حيت بصح كتجي زوينه. المهم حتى تجربوها عاد تعرفوني اش علاش كنهضر. ايوا صافي، بالنسبه لهذا النهار صراحه راه بقينا مقصرين تل تلقيت السحر وحنا سهرانين، الضحك والنشاط كتعرفوا العائله فاش كتكون مجموعه راه كيكونوا اجواء اللي زوينين بزاف. المهم الغزلات ديالي خليت لكم راحه الله، نقول لكم السلام عليكم وان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو اخر.